السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومساكم الله بالخير. أعرج على كلمة أخوي أبو شاهد أنكم ضيوف عندي، والله أنا الضيف عندكم وأنتم ضيوف عندي. الله يحييكم. وذكرنا أبو شاهد بعدة صفات التي أسأل الله أن تكون فيني حقيقة لا شعارا، وأسأل الله أن تكون أعمالي وأقوالي واعتقاداتي خالصة لوجهه الكريم متبعة لهدي نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. لا أريد أن أطيل عليكم، عندي ثلاثة رسائل أحب أن أوجه لكم وتسمعونها. وأول رسالة عندي سأوجهها إلى والدنا وقائدنا وأميرنا صاحب السمو الأمير نواف حفظ الله ورعاه. رسالة من الأبناء إلى أبيهم، رسالة من المواطنين لقائدهم، رسالة يعلم الله ما أرادنا فيها إلا وجه الله. وأبدأ برسالتي وسأقرأها. رسالتي الأولى سمو الأمير حفظه الله. بداية نتوجه بالدعاء لله عز وجل أن يمد سمو الأمير بموفور الصحة والعافية، وأن يعينه على إدارة الدولة وولي عهده الأمين، ووفقه لما فيه خير البلاد والعباد. سموكم إن مضامين خطابكم كان له بالغ الأثر في نفوس الشعب الكويتي، وأحيا في نفوسنا التفاؤل بعد فترة عاث فيها الفساد والمفسدين في البلد. وإن استمرار هذا التفاؤل مرهون بما ينعكس في الواقع من محاسبة المفسدين وإصلاح ما أفسدوه، ونحن على ثقة أن هذا في طوع العمل. ولكن ما أود أن أشير إليه إنه في صدور المراسيم وسحبها وحل المجلس وإبطاله وتداخل السلطات وتعطيل الجلسات وصراع الشيوخ الذي أصبح ظاهرا وجلي أمام الشعب الكويتي، يشكل هاجس فعلي لدى المواطنين ويقلل من حالة التفاؤل. وكلنا ثقة وأمل بحكمة سموكم في قيادة سفينة الأمل والعدل والمساواة والمحاسبة اللي توصلنا إلى بر الأمان والإصلاح والإنجاز بما يعود فيه نفعا للوطن والمواطن. ورسالتي الثانية موجهة إلى سمو رئيس مجلس الوزراء، إن كان الشيخ أحمد النواف أو غيره. وإن كان الشيخ أحمد النواف فرسالتي راح تكون صريحة وواضحة لك يا شيخ أحمد النواف. زاملتك في مجلس 2020 أربعة شهور، ورأيت منك الصدق، ورأيت منك الإصلاح، ورأيت منك محاربة قوى الفساد. هذه شهادة أسأل عنها أمام الله يوم القيامة. لكن حقيقة ترأست مجلس 2022 وكانت عندك إخفاقات كبيرة وكثيرة، ولا بد أن تسمعها ونصدع فيها. يا شيخ أحمد النواف، أسأت في عدم حضورك جلسات مجلس الأمة لمدة شهرين، وعطلت رغبة الأمة ورأي الأمة وحقوق الأمة بعدم حضورك جلسات مجلس الأمة. وأيضا وجهت النواب بتوجيه لا نقبل لا منك ولا من غيرك يا شيخ أحمد النواف، وجهتهم بعدم تقديم الاستجوابات اللي هي حق مكتسب للأمة
وحق مكتسب للنواب، وهو سلاح يصحح فيه اعوجاج الوزراء اذا انحرفوا عن مسارهم. ولن نسمح لك ولا لغيرك ان تقيد وتوجه مجلس الامه في استخدام صلاحياته الدستوريه. الامر الثاني، طالبت النواب في عدم تقديم الاسئله، ويفترض من كل رئيس وزراء اصلاحي ان تكون الاسئله مدعاه لمعرفه مكان من الخلل ومكان من الفساد، والمفترض هذا يفرحك ما يحزنك. موضوع انه يؤخر اعمال الوزراء والسلطه التنفيذيه هذا امر مرفوض ولن نسمح فيه. الامر الثالث، طالبت النواب بعدم تقديم مشاريع قوانين شعبويه وتسمونها شعبويه، وفي الحقيقه هي قوانين حقوق مهضومه للشعب الكويتي خلال 20 سنة فائته من قوى الفساد والحكومات المتعاقبه الفاسده وتواطؤ المجالس المتعاقبه ايضا الفاسده الا من رحم الله. ما هي القوانين؟ اليوم المواطن ما يطمح يكون وزير، ولا يطمح يكون وكيل، ولا يطمح يكون في مناصب محسوبة للأسف على فئة معينة. يطالب في أساسيات، كفلتها الشريعة، وكفلها الدستور، وكفلتها حقوق المواطنة، وأنت تطالب النواب أن لا يتقدموا في مشاريع إسكانية. وهذا أكرر وعيد عليك أنه مرفوض، وعليك أن تعدل وتصحح الخطأ اللي ارتكبته. الشيخ أحمد النواف، إذا كنت رئيسا للوزراء تعطيل البلد وتعطيل التعاون بين السلطتين أدى إلى تراكمات وارتدادات وآثار وخيمة على حياة المواطن الكويتي. الكويت صارها اليوم 3 سنوات بدون تشريع، بدون رقابة، بدون إنجاز، بدون عمل. كل مؤسسة الدولة وهيئاتها فاسدة ومفسدة، وللأسف هي تراكمات حقبات ماضية ما نبي نعيدها ونكررها. ما راح نحملك المسؤولية في اللي فات، لكن عليك أن تتحمل المسؤولية في القادم، وأن تكون على قدر المسؤولية. ومسألة يا شيخ أحمد النواف أن عليك ضغوط مو مسؤوليتنا ولا هي مشكلتنا، وروح عالج ضغوطك بينك وبين اللي انت ضاغط عليك. منصب رئاسة الوزراء تكليف وليس تشريف، ومنصب رئاسة الوزراء ليس بوابة للوصول للحكم يا الشيخ أحمد النواف، وإنما هو بوابة لدخول قلوب الشعب الكويتي ومحبتهم بالعمل والإنجاز والإصلاح. الشعب الكويتي طول عمره محب لأسرته الصباح، ولا نساوم فيهم أحد، ولا يزايد فيهم علينا أحد فيهم. نجلهم ونحبهم ونقدرهم، وهم حكامنا أمس واليوم وبكرة، ولا نزايد عليهم. لكن يا أسرة الصباح، يا حكام دولتنا، يا شيخ أحمد رئيس الوزراء، هل يستحق الشعب الكويتي أن يكون حاله كالحال الحالي؟ هل يستحق الشعب الكويتي أن يطالب اليوم ويطمح في أساسيات الحياة؟ هل أصبح طموح المواطن أنه فقط يمشي على شارع نظيف وعدل؟ هل هذا اللي وصلناه؟ وهل هذا مرادنا؟ وهل هذا مبتغانا؟ بالأكيد أنكم ترفضونه. قوى الفساد استباحت مؤسسات الدولة ولعبت بأموالنا وثرواتنا، وأنا أقولها بكل صراحة بتواطؤ من جميع السلطات التنفيذية والتشريعية.
وابعد السلطه القضائيه بعيد كل البعد عن هذا الامر. ومن القوانين التي ارهقت ميزانيه الدوله على سبيل المثال وليس الحصر قانون الوكيل المحلي. قانون سنة 1980 لا تستطيع الدولة أن تتعاقد مع أي شركة عالمية إلا عن طريق وسيط محلي ووكيل محلي. تدرون كم ياخذ الوكيل المحلي هذا يا اخوان؟ ياخذ 5% وهو نايم بفراشه. 5% هدية من السلطة التنفيذية من أموال الشعب لهذا التاجر. وعهد علينا أن هذا القانون لابد أن يلقى وينسف. شعب يئن ويشتكي في جميع مقومات الحياة الأساسية، لا تعليم سليم، لا صحة، الواحد يروح يعالج لو فيه التهاب أجلكم الله في إصبع قالوا قص، قاعد يسافرون تايلند على حسابهم يقول هذا التهاب، لو منقص رجله هذا بذنب منو وبذمة منو؟ وشنو السبب؟ بسبب الإدارة الحكومية الفاسدة والمتواطئة مع الفاسدين. شيخ أحمد النواف جايينك ولحد الآن محسنين الظن فيك، أعتقد أنك رجل فيك خير، أخفقت لم توفق في مجلس 2022، نعم لم توفق، لكن أشفع لك شيء واحد عندي، تدري شنو يا شيخ أحمد النواف؟ أنك غير محسوب على قوى الفساد. قسما بالله لو محسوب على قوى الفساد أول من استجوبك أنا، لكن يكفينا أنك مو محسوب على قوى الفساد، بل يحاربونك ويتربصون فيك. وعشان تنقذ نفسك ولا تضع المصلحين في موقف حرج، ما اختارنا الشعب الكويتي ندافع عن الشيوخ، ولا اختارنا الشعب الكويتي ندافع عن رئيس وزراء، اختارنا الشعب الكويتي ندافع عن مشروع اصلاحي فقط لا غير. ان اتيت في مشروع، ان اتيت في مشروع اصلاحي وبرنامج عمل ورؤيه وهدف، واخترت فريقك الحكومي الاصلاحي اللي مبني على الكفاءه والخبره وليس مبني على المحاصه والمحسوبيه الفاشله اللي دمرت الكويت. انا اكد لك متى ما وضعت في نصف عينيك ارضاء الله ثم الشعب الكويتي، اقسم بالله سنكون اول مدافعين عنك. متى ما رضى الشعب رضى عن ادائك واعمالك، والله لن نجعل للفاسدين والمتربصين من النواب والتجار والإعلاميين وغيرهم درب عليك. أمامك فرصة تاريخية في 500 منصب قيادي شاغل. شيخ أحمد النواف ما حنا منتظرين يروح فريق ويجينا فريق، ولن نقبل فيه. عليك باختيار القيادات الشبابية الوطنية الصالحة وهم كثر ولله الحمد، وخل معيارك في الاختيار الكفاءة والخبرة وليس المحسوبية والمحاصرة. ورسالتي الثالثة والأخيرة، إخواني الشعب الكويتي، أبائي وأخواني وأبنائي، أبناء الشعب الكويتي وأبناء الدائرة الرابعة، والله إني أعلم من خلال جولاتي الانتخابية في دواوينكم اللي تشرفت في المجيء لها، أعلم حالة الإحباط وحالة التذمر
وحالة الضبابية الموجودة عند الحكومة وعدم تفاؤلكم فيها، لكن هذا واقعنا وهذا قدرنا. الحرب بين الإصلاح والفساد مستمر، الحرب بين الحق والباطل مستمر، ونستمد قوتنا بعد الله فيكم في نصر قضاياكم ومصيركم ومستقبل عيالكم. لا 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 يحوشكم احباط، ترى الاحباط هو غايه ومراد الفاسدين، يبي يأيسونكم من وطنكم ويأيسونكم من مستقبلكم ويخلونكم تستسلمون للواقع المر السيء اللي وضعتنا فيه الحكومات والمجالس السابقه. لكن اقولكم لا تملوا حتى يملوا، ترى هم يلعبون ويانا على النفس طويل وحنا بنلعب وياهم على النفس طويل باذن الله. اليوم 70% من المجتمع الكويتي شباب ولا قصورهم باخواننا الكبار، هم البركه. لكن شباب متابع وعارف حقوقه وعارف مكتسباته وعارف واجباته، بالنهايه الكويت هي دولتنا، بالنهايه الكويت هي قبيلتنا، والكويت هي عائلتنا، والكويت هي مستقبلنا. لا تحبطون، لا تحبطون. انا اسمع ان في ناس ما بيصوتون، قسما بالله ان مراد الفاسدين. عدم تصويتك قسما بالله ان قد هديه تقدمها لكل فاسد في البلد هني. شاركوا وصوتوا ويتمر ذمتكم فيها. موضوع الابطال وموضوع الحل، الابطال بإذن نعدل فيه، راح نتقدم بقوانين بإذن الله بتعديل قانون المحكمة الدستورية أن تفصل في المراسيم الخاصة بالانتخابات قبل الانتخابات، ولا نعرض الشعب الكويتي. الشعب الكويتي ما هو لعبة يا سلطة، الشعب الكويتي ما هو لعبة، يطلع ويجي ويروح يصوت ويجي. الشعب الكويتي هو أساس الدولة، الشعب الكويتي هو أساس الوطن، الشعب الكويتي هو صاحب القرار الأول والأخير. راح نتقدم في مشاريع في تعديل قانون المحكمة الدستورية أن تبت وتفصل في المراسيم الدعوة للانتخابات قبل الانتخابات بإذن الله. وبإذن الله راح نصدر قوانين أيضا تشرف على الانتخابات وتكون انتخابات شفافة، وانتخابات ما يشوبها أي شائبة عن طريق القوانين اللي راح نقرها بإذن الله. وأعاهدكم بأمرين، الأمر الأول أني ألتزم في القضايا اللي بديت فيها وأكملها بإذن الله. القضية الأولى رأس مالنا، ديننا وعقيدتنا وأخلاقنا، لن نتنازل عنها. قسما بالله كما قلت وأقول، لا خير في تنمية ولا خير في ازدهار ولا خير في التطور إذا ذهب الدين وذهبت القيم وذهبت الأخلاق وضاع عيالنا وانجرفوا وانحرفوا في فساد مصائب الدنيا هذه. والأمر الثاني، قضيتي اللي تشرفت أن أرى صداها بكل دوانية، قضية الإسكانية، وأنا أخاطب النواب القادمين على كل ناب أن يتبنى قضية ويحط له بصمة فيها، على الأقل لو نخلص ربعه ولا نصها بس يستفيد منها الشعب الكويتي. وعلى اللجان أيضا تحط لها بصمة، وبإذن الله اللي مقترح باللجان راح يصير خاطركم. قضية الإسكانية مشيت فيها
وأول ما جينا اجتمعنا مع جميع اللجان التطوعية وعرفنا مشاكلها وتفاصيلها وحلولها، والحمد لله جميع المشاكل العالقة في إنذاك أنهيناها، خلصنا المطلع جنوب سعد، جنوب عبد الله مبارك، خيطان الجنوب، ولله الحمد، وخلصنا عدلنا في اللائحة الداخلية، أرجعنا بدل الإيجار لثمان آلاف أسرة استفادت منا الحمد لله، والخير قادم بإذن الله. ورسالة لمنتظرين جنوب سعد، أقولكم أنتم بوجهي قسما بالله، أي أيوة والله والله أنكم بوجهي. جينا لقينا الفاسدين يلعبون في حقوق 22 ألف أسرة تسع سنين هم عطلينها، وجينا وطلعناهم من فضل الله وحلينا القضية وقاعد توزع وقرينا الميزانية وقرينا أول مناقصة فيها 33 مليون. واليوم نسمع بعد ما غبنا عن المشهد أن المنطقة لن تخلص إلا بعد 9 سنوات، وأنا أقول والله معصي عليكم قسم بالله، وأقول لرئيس الوزراء وأقول لوزير الإسكان القادم أيا كان اسمه، أمامك من 3 إلى 4 سنوات تكون المنطقة منتهية تماما، وخاصة أن مقررين لك الميزانية ولا لك عذر ولا المساءلة السياسية أمامك أنت ورئيسك. المسألة ما فيها مجاملة، المواطن الكويتي قاعد 20 سنة أقل واحد عمره 48 46 50 سنة، تبي ينتظر لين يصير عمره 60 سنة؟ مرفوضة ولن نقبل فيها، ومتفقين وخالصين فيها، احنا متفقين في لجنتنا أنت خلص الطرق الرئيسية وبعدين تنزل 4 5 شركات في كل ضاحية شركة وتنتهي خلال 3 4 سنين، وعذر ما لكم عذر، قضية تحاملوا التجار وأراضيهم والتجار بيوتهم ما راح نسمع لكم، توكل على الله بس. والله أنتم وجيهنا، ما أقولها ما أقول انتخابيا، في النهاية أنا مواطن مثلكم، عندي إخوان وعيال وعيال عم وأبناء وطن، والله نقولوا صادقين وانكم برقابنا بكل شيء، قضية إسكانية ولا غيرها، لن نجامل قسم بالله لن نجامل، قضية أن يرتهن مصير الشعب الكويتي في قرارات عبثية عشوائية لن نسمح فيها. أقسم بالله أني أسمعكم وأشوفكم وأحس فيكم وما راح أخليكم بإذن الله، برا بقسمي وقياما بأمانتي، وهذا عهد وعد واللي حاسبين فيه الله مو أحد ثاني. إخواني في كل عمل عام له ضريبة، طلعت الإشاعات علي والبهتان والظلم للأسف من حسابات أغلبها وهمية ومأجورة، وقد ينجرف فيها من يتأثر فيها. والله لم أرفع قضية على مواطن كويتي ولن أرفع، تدرون ليش؟ لما تكون الحكومة حكومة فاشلة تجعل الإعلام يسرح ويمرح ويعبث في الشعب الكويتي، انا رافع عذرهم بسبب هذا الاعلام الفاشل للاسف، لكن باذن الله اني لن ارفع قضيه على اي مواطن، والله حتى لو سبني اللهم اني مسامحه. واذكر نفسي وغيري، ترى مو معناته انك مرشح انك تغيب عنك اخلاقك ومرجلتك. ترى المرشح او النائب هو رجال، يا رخامه يا رجال عداهم. والله ان نتعامل في الانتخابات وفي حياتنا
وعندي معيارين اثنين ما تنازل عنهم، ديني ومرجلتي. أسأل الله أن يولي على الكويت خيارها، ويلهم الشعب الكويتي الرشاد والبصيرة والسداد، وأن يلهمهم حسن الاختيار. ترى الكرة في ملعبكم اليوم، 7/6 راح تقرأ رسالتكم عند السلطة، إما رسالة إيجابية وإما رسالة سلبية. إما أنهم يعتقدون أن احنا شعب واعي وشعب وطني وشعب مصر أن يأخذ حقوقه، ومصر على محاربة الفساد، ومصر على أن تكون له بصمة ولمستقبل عياله بصمة بإذن الله. أقولكم تاريخ 6/6 أول شيء قبل تطلع ذكر نفسك وذكر أهلك وذكر عيالك أن المسألة هذه مسؤولية شرعية، ترى مو على كيفك تختار، ترى اختيارك هذا إما يضر 1,400,000 مواطن كويتي وإما ينشرهم، وأنت شريك في الأجر أو الإثم، اختار طريقك. ما بيطيل عليكم، أشكركم وأشكر الحضور الطيب المبارك، وأسأل الله العلي العظيم أن أكون على حسن ظنكم وأكثر بإذن الله. جزاكم الله خير.